بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. سبق الحديث في اللقاء الماضي عن المعصية وحقيقتها وما يترتب عليها من عقوبة بالنسبة للأفراد والأمم، وسيكون هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى تكملة لذلك. في هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1429 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونركز خاصة على التأثير النفسي للمعصية، فإن للمعصية مهما كانت صغيرة في نظر البعض تأثيرا بالغا على القلب، وإن كان الأمر يبتدئ يسيرا إلا أنه يكبر، كما قيل معظم النار من مستصغر الشر. وفي ذلك داع لاجتناب المعصية من أول الأمر. أيها الإخوة والأخوات، نجد المولى سبحانه وتعالى في كتابه يذكر أن الذي يهديه من عباده يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي هذا إشارة إلى أثر الطاعة وأثر المعصية كذلك على النفس، فبالطاعة ينشرح الصدر ويعلوه السرور، أما المعصية فإن بها يضيق الصدر، فإن بها ضيق الصدر واشتداد الأمر على فاعلها، يجعل صدره ضيقا حرجا. فإذا من آثار المعصية على النفس أنها تجعل صاحبها يعيش في هم، يعيش في غم. قد يكون لذلك أسباب، منها مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه هانت عليه نفسه، فلو أن نفسه لم تهن عليه بحيث لو كانت عزيزة كريمة لم يرضى لها بالدون، فلما ارتكب المعصية هانت عليه نفسه، أو لأجل هوان النفس عليه ارتكب المعصية، لأن المعصية ذل، فلذا يشعر بهم، يشعر بغم. فهو كان يرجو أن يكون في مصاف السابقين إلى الخير،
وإذا به ينحط إلى الدرك، ينحط إلى الأسفل، ولذا يشعر بهذا الهم، يشعر بقلق النفس واضطرابها كمثل من فقد شيئا فهو يبحث عنه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقد الإيمان، فهو يبحث عنه لأنه عند مواقعته المعصية لم يكن على إيمان، إذ الإيمان دافع للطاعة لا للمعصية، الإيمان دافع لتعظيم الله لا الاجتراء على مقامه، الإيمان دافع للخوف من الله لا للتهاون في وعيده. ولذلك تعيش النفس في اضطراب، في قلق، في كآبة وحزن، ويصور المولى تعالى هذا الأمر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض لا يدرون إلى أين يلجؤون، مهما توجهوا إلى ناحية لم يجدوا الخلاص، لم تسعهم الدنيا مع سعتها، بل ضاقت عليهم أنفسهم، لا يطيقون أنفسهم بسبب الهم والغم والقلق والاضطراب الذي أصابهم، بسبب تأنيب الضمير، بسبب اللوم، لماذا أقدموا على تلكم الفعلة، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير عباد الله يلاقي الصعاب ويركب المحن في الحر الشديد، هو ومن معه من المؤمنين، وهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يستمتعوا بظلال النخيل بثمره، رضوا بأن يكونوا مع أهليهم وأولادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يجد إلا تمرات يسد بها جوعته، لا شيء يقيه حر الشمس والرمال الملتهبة من الأسفل، كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟ ولجأوا إلى حيل وهي مكشوفة لكي يتخلفوا، مع أنهم يعلمون أن تلكم الأعذار التي أتوا بها ليست في حقيقتها أعذارا، وهؤلاء ظاهرهم الإيمان، ليسوا من المنافقين، لكن وقعت منهم هذه الزلة. ضاقت عليهم أنفسهم، لو استطاعوا أن يخرجوا من ثيابهم لفعلوا، لكن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. في النهاية لا مخلص لهم إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي
بالرجوع إليه يحصل الأمان والطمأنينة والراحة والسكينة، ويتخلصون من الألم والعذاب الذي أصابهم. فلئن كان هذا في من فعل شيئا مثل هذا وإن كان عظيما، فلا نستغرب ما يقع للكافرين والعياذ بالله من الأمراض النفسية التي يريدون بسببها أن يتخلصوا من هذه الحياة بالكلية، وهذا أمر مشهور. تطالعون الصحف بين الفينة والأخرى بأخبار عن بعض البلاد الأوروبية التي تسمى بأنها متقدمة، بأنها تشيع فيها نسبة الانتحار، في السويد مثلا. وقبل بضعة أيام أيضا طالعتنا بعض الصحف المحلية عن ارتفاع نسبة الانتحار في اليابان وفي غيرها من البلاد، مع أن هؤلاء القوم يتمتعون بكثير من نعيم الدنيا، إلا أن المعصية لها أثر. الكفر بالله تعالى أعظم الذنوب، فكيف لا يؤثر على النفس باضطرابها وقلقها وقد فقدت الإيمان بالكلية؟ فمهما وجدت شيئا من نعيم أو راحة فهو لا يسد الفراغ. ولذا يحاول الناس في هذه البلاد أن يملأوا هذا الفراغ بشتى الوسائل. في بعض الأحيان يدخلون في مغامرات خطيرة لأجل ملء هذا الفراغ، وفي بعض الأحيان يشتغلون بأشياء تافهة للهروب من هذا الضيق، بالاشتغال باللهو واللعب والضحك، سواء فيما يتعلق بمتابعة الوسائل الإعلامية التي تنشر ذلك، أو متابعة الأمور الرياضية التي تنشر ذلك أو تقوم بذلك، هم يمارسونها أو يتابعونها وتكون شغلهم الشاغل. وفي الحقيقة ذلك هروب من الواقع المؤلم الذي يعيشونه من الداخل. وهكذا شأن كثير من المسلمين أيضا الذين حرموا من حلاوة الإيمان، فهم يستشعرون في قرارة أنفسهم تقصيرهم في حق الله، فبدلا من أن يواجهوا الحقيقة أنهم مقصرون أو أنهم عاصون وأنه لا خلاص من هذا الضيق، لا خلاص لهم من هذا الألم، من هذا الاضطراب، من هذا القلق، إلا بمصارحة النفس بعتابها على ما فعلت حتى تكف وتتخذ موقفا حازما حاسما مع الماضي للتخلص منه، حتى تبدأ الطريق من جديد. هم للأسف يحاولون أيضا الالتفاف على هذا، فيبقون على أو يستمرون على ضلاله. المعصية تؤدي إلى ظلمة في القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبعه رضوان السلام سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
الذي يتبع هذا النور يستمد منه النور فينير بذلك قلبه، والذي يبتعد عن هذا النور يعيش في ظلمة. ولذلك وصف الله عز وجل المشركين أو أعمال المشركين بأنها ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقدوا النور، فقدوا الهداية، فقدوا مصدر الخير. الذي يعصي الله عز وجل لا يلزم أن ينطفئ نور قلبه مباشرة، ولكن هذا النور يخفت شيئا فشيئا، وربما انطفأ بالكلية. والذي ينطفئ نوره إنما يتخبط، الذي يمشي على غير نور يسير، يمشي على غير هدى، ربما يقع في حفرة، ربما يقع في هاوية، ربما يصدم هذا أو ذاك، ربما يزعم أنه يمشي إلى الأمام لنيل أو لبلوغ غايته، وإذا به في الحقيقة يكتشف بعد زمن أنه رجع القهقرة، فيعود من حيث بدأ، وهكذا يعيش في هذه الدوامة. فالعاصي هو الذي ظلم نفسه، ولذلك جاء في الكتاب العزيز النهي عن ظلم النفس. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ معلوم أن المرأة قد يظلم غيره، هذا واضح، لكن التعبير في القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحكي الله عز وجل عن آدم عليه السلام وزوجه حواء عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا، يحكي عن عبده موسى عليه السلام، ربي إني ظلمت نفسي، ويحكي عن الأقوام، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، والآيات في ذلك كثيرة. فالذي يوقع نفسه في معصية هو يظلمها، لأنه أفقدها النور، أفقدها السكينة، أفقدها الرحمة، أفقدها الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، بل أوقعها في ظلمة، في ضيق، في حرج، في تخبط، في ألم، في هم، في غم، وعرضها لغضب الله تعالى وسخطه في الدنيا، وعرضها لغضب الله تعالى وسخطه في الآخرة. الذي يتناول سما ألم يظلم نفسه؟ الذي يضع أصبعه في نار لم يظلم نفسه؟ هو تسبب. عندما يؤتى بشاب يسرع بسرعة متهورة في طريق 200 كيلومتر في الساعة ويقع عليه حادث، هل يأسف عليه أحد؟ كثير من الناس يقولون يستحق، هو الذي جرى على نفسه هذا الويل، هو ظلم نفسه. فقبل أن يوجه أصابع الاتهام إلى الآخرين، أن يلقي باللوم على الآخرين، عليه أن يلقي اللوم على نفسه. فالعاصي ظلم نفسه. المعصية أيضا تؤدي إلى قلة الحياء،
لأن المانع من المعصية أو من أسباب الامتناع عن المعصية الحياء، ولذلك خص الحياء من بين جميع الأخلاق الأخرى بالذكر في شعب الإيمان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من طريق أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، وفي رواية 100 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا ذكر الحياء؟ بعض أهل العلم يقول هو للتنبيه على غير من الأخلاق. طيب لماذا خص هو من بين غيره أيضا؟ يعني وإن كان جميع الأخلاق تدخل في الإيمان، ما ذلك إلا لأن الحياء هو منبع الأخلاق الأخرى، فمع الحياء يأتي صفات كثيرة. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ينصح صاحبه أو أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي لفظ أيضا: الحياء خير كله. ولذلك صاحب الحياء يغض بصره. الحيي يبتعد عن كل مواطن الريب، بل عن كل ما يشينه، فضلا عن الوقوع في الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر، ويوصف بأنه كان حييا كريما، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا من تأثير الحياء. الاجتراء على الوقوع في المعصية يخدش الحياء، إذن هناك خلل في الحياء. ومع الاستمرار على مقارفة المعصية ربما ينعدم هذا الحياء بالكلية. ولا يقتصر أمر هذا العاصي على أن ينزع لبوس الإنسانية عن لكي يكون مثل الحيوان الأعجم، بل إنه في بعض الأحيان ينزل بنفسه إلى درك أو درك أخس من الحيوان الأعجم. فالمولى تعالى عندما يصف المنكرين للحقائق، المتبعين للهوى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل، الأنعام تهتدي إلى منافعها وتهرب من مضارها بفطرتها، أوتيت قليلا من العقل تدرك به هذا الإدراك، عندما تؤخذ للذبح تقاوم قدر الطاقة، عندما تجوع تذهب لتأكل، عندما تعطش تذهب لتشرب، وهكذا. هذا العاصي قد يتجاوز ذلك كله فيسعى إلى حتفه بظلفه، ويلقي بنفسه في الهاوية دون أن يدفعه أحد. فاجتراؤه على المعصية يؤدي به إلى عدم المبالاة. لا يستحي في بداية الأمر، قد يستحي الولد من أبيه عندما يدخن، يشرب الدخان فيتخفى، لكن عندما يتعود على ذلك فلا يبالي بعد ذلك أن يراه أبوه، لكن ربما لا يدخن في البيت، خارج البيت، بعد ذلك سيدخن أمام أبيه.
وهكذا هكذا الشأن. فالمعصية تجر المعصية، وعدم الحياء يؤدي إلى قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. استحيوا من الله حق الحياء، قال وما حقه وكيف نستحي من الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء، فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، المعصية تباعد عن هذا الخير. هذا العاصي يعلم أن الله يراه، يسمعه، يعلم بفعله، قد يستخفي عن الناس، وهو في قرارة نفسه يعلم بما يفعل، وربما يكون من نفسه اللوامة شيء من العتاب في أول الأمر، فيقع في صراع نفسي عند إرادة الإقدام على المعصية، فنزغة الشيطان تدعوه إلى الفعل، والنفس اللوامة تحاول أن تكبح هذا الجماح حتى ينتصر الشيطان عليه، والنفس الأمارة بالسوء فيفعل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ما الجواب؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تعالى يعلم، يحيط بفعلهم وقولهم وبهم، لكن العاصي للأسف الشديد يخدش هذا الحياء وربما يتركه بالكلية. العاصي أيضا أو المعصية تؤدي إلى عدم المبالاة، تؤدي إلى الاستهتار بالأمور، وهذه طبيعة نفسية. تجد المرء قبل أن يقدم على خطأ معين حذورا، ينظر في العواقب، لكنه عندما يسمح لنفسه أن ترتكب الخطأ فهناك لا يبالي بمصيره أو لا يبالي بعواقبه، وخاصة إذا استرسل كما يصنع بعض الناس عندما تنصحه قالت أنا ترى سارين لجهنم، جهنم خلاص هكذا، يقول ماشي فايدة، لا يبالي. قد يكون في بداية أمره يشرب الدخان، بعد ذلك الخمر، بعد ذلك مخدرات. قد يكون في بداية الأمر ينظر إلى الحرام، لكن بعد ذلك يتطور الأمر إلى ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، وهكذا. فتهون لديه الأمور ولا يبالي بالعواقب، لا يبالي بما يترتب على صنيعه. مثل بعض الناس يعني يقول ترى رايحين السجن، رايحين السجن أحسن يكون بعدنا نسوي شيء قبل ما نروح السجن، لا يبالي، يستهتر بالحياء. بعض الشباب ربما يرتكبون بعض الأشياء المتهورة، يذهب بسيارته ويلف بها
ما في خمس ولا شيء يسمى، وربما يسرع السرعة العظيمة لأن لا يعيش لهدف، لا يعيش لهدف، إما لأنه مغرور أو لأنه لا يشعر بمسؤولية. بينما صاحب المسؤولية الذي يفكر في الحساب، يفكر في العقاب، لا يقدم على ارتكاب خطأ يؤدي به إلى المحاسبة والمعاقبة. المعصية أيضا تؤدي إلى قلة الرجاء والوقوع في اليأس، وهذا قريب مما تقدم. شخص يرجو أن يفعل الشيء، العمل الصالح الفلاني وكذا وكذا وكذا، لكن جي ويرتكب معصية، قد يكون بسبب ألم المعصية التي ارتكبها يفقد الثقة، يفقد يعني الرجاء أن الله تعالى سيرحمه ويرضى عنه ويدخله الجنة، يقول أنا ما أهل لذلك، بل يقع في اليأس والقنوط، وهذه نفسها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمسألة خطيرة. كذلك أيضا المعصية تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، يشعر المرء العاصي بمركب نقص، أن أقل شانا من الآخرين، هو يتصور نفسه قوي الإرادة، ولكن عندما يقع في خطأ معين هذا نوع يراه نوعا من الفشل، وما كل الناس يستطيع أن يتعامل مع الفشل، فعندما يقع في هذه المعصية يرى نفسه قد فشل فيفقد الثقة بنفسه، وهنا يسول له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يفتح الباب على مصراعه أنه لا يصلح لشيء. إذا انتهى الموضوع، خرق الباب، انكسر الزجاج، انتهى، فيفقد الثقة بنفسه، يفقد الإرادة، ما عاد عنده تلك الإرادة للوقوف أمام تيار النفس العارم، ما عاد لديه إرادة لصد كيد الشيطان. ولذلك من الوصايا دائما يقول لك اتق النظرة الأولى، اتق الكأس الأول، يعني كأس الخمر، اتق كذا أول 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 هكذا، لأنك إن فتحت الباب لا تدري الطوفان الذي يأتيك من ذلك الباب، أو كما قيل الباب الذي يأتيك منه ريحه سد واستريح. فقد الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس، وهذه عدم الثقة بالنفس تؤدي أيضا إلى احتقار النفس و الابتعاد عن الصالحين والأخيار من عباد الله. هو ارتكب معصية يقول خلاص أنا هنا أجلس مع فلان، هل ناس عماليق، هل ملائكة، هل هؤلاء ناس صالحون ما مثلي أنا، وهو فعلا قد يكون الأمر كذلك، لكن هناك تزيين النفس الأمارة بالسوء ينتج عن هذا يعتزل الصالحين، فإما أن يستبدل بهم الطالحين المفسدين فيزداد فسادا، وإما أن ينعزل
بنفسه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيقع فريسة لكيد النفس الأمارة بالسوء وكيد الشيطان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يجلس في البيت هكذا منعزلا، ولا وقع كثيرا لبعض الناس ينعزل يبقى في غرفة هكذا يفكر ويفكر ويعني يضطرب، ماذا صنعت، ماذا فعلت، كذا وكذا، وأنا كذا وأنا ما أصلح. وربما إذا حضر في مجلس يعني يرى جميع الناس كأنهم لابسون لثياب وكأنه عار بسبب المعصية، بسبب المعصية. وهذا الشعور في بعض الأحيان هو طيب من حيث العتاب للنفس، لكن الكلام هنا يعني أن الخطر موجود أيضا في هذا. المعصية تجلب لصاحبها العار، وتجلب لصاحبها الصغار الذي يرتكب معصية. هل ينعت بخير؟ هل ينعت باستقامة أو بانحراف؟ هل ينعت بأنه قدوة للناس؟ لا، يفقد منزلته وكرامته وهيبته عند الناس. خاصة فيما يتعلق بالفاحشة بالكبائر وعند المؤمنين بالمعاصي مطلقا. عندما يفقد المرء هذا إذن يقع في خطر كبير. العزة، الطاعة عزة، الطاعة عزة، ولذلك يقول مولى تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين، ما قال لفلان فلان، هنا وصف. وعندما يعلق الحكم على وصف مشتق كما يقول أهل الأصول فإن ذلك يؤذن بعلية ذلك الوصف الذي اشتق منه الحكم. إذن العلة هي الإيمان، استحق هؤلاء العزة لأنهم مؤمنون، والإيمان هو الوفاء بالواجبات الشرعية، والوفاء هو ترك للمعصية. ولذلك نجد المولى تعالى يصف الكفار المعاندين العاصين والعياذ بالله بأنهم ماذا؟ بأنهم أذلة. ما الذي أذلهم؟ أذلتهم المعصية. وكما ذكرت سابقا بأن بعض الشعراء اعترضوا في زعمهم على الشرع الشريف في مسألة الدية أو مسألة العقوبة، يعني اليد عندما تقطع اعتداء من أحد تكون ديتها نصف الدية النفس، دية النفس الكاملة 100 ناقة. فعندما تقطع اليد أحد أتلف يد أحد فإن عليه الدية 50 ناقة. يقول كيف تودى ب50 ناقة بينما إذا سرق الشخص ربع دينار كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا، قطع اليد يقول تقطع في ربع دينار، يقول هذا تناقض في الشرع. فرد عليه بعض أهل العلم بأن اليد حينما كانت كريمة عزيزة ارتفع قدرها، وعندما سرقت فقدت قيمتها. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فالطاعة عزة والمعصية ذلة وصغار. ولذلك أيضا المعصية تؤدي إلى الجبن والخور،
صاحب المعصية جبان. ولذلك عندما يراد الخروج إلى معركة لقتال أعداء الله عز وجل يؤمر بالتوبة، بالتوبة، لأن صاحب المعصية، لأن العاصي ليس لديه تلكم القوة النفسية والعزيمة بسبب ما تقدم من أمور، فهو في نفسه أنه غير مستحق للنصر لأنه عاصي. النصر يكون لمن؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هو عاصي أو مصر على المعصية والعياذ بالله، إذن ما يستحق النصر لأنه لم ينصر الله. ونصر الله قبل اتخاذ أي سبب من أسباب القتال يكون بطاعته سبحانه وتعالى، كما تقدم في اللقاء الماضي. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أدى الأمر إلى الهزيمة بسبب المعصية، فهذا العاصي يستشعر أنه ليس أهلا للنصر، ليس قوي القلب، ليس رابط الجأش، فعندما يذهب للقتال هو ضعيف من الداخل، مهزوم من الداخل، كما قلنا هو مصاب بمركب نقص، بهزيمة نفسية. لذلك لا بد من التوبة، فالمعصية تؤدي إلى جبن وخور. هو هذا العاصي يقول ما لا أستحق النصر، أنا أستحق العقوبة من الله، وهذا من أسباب القلق والاضطراب أيضا التي أشرنا إليها سابقا، لأنه هو عاصي ارتكب معصية معينة ويعلم أن هذه المعصية تستوجب العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هو مغضوب عليه، قاتل المؤمن بغير حق مغضوب عليه، ملعون ولعنه، آكل الربا ملعون، لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء يعني في الإثم. السارق أيضا في الأحاديث هو ملعون، وهكذا معاصي متعددة. أي ملعون؟ ملعون مطرود من رحمة الله، مغضوب عليه. كيف يعيش هذا الإنسان؟ كيف يعيش؟ كيف يذهب للقتال وهو يعني يستوجب العقوبة؟ ربما تحدثه نفسه، وهذا شيء ليس ببعيد، أنه قد يكون سببا لهزيمة المسلمين في هذه المعركة هو، وهذا بسبب شؤم المعصية. الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قد يكون ارتكاب المعصية من يعني بسبب طائفة أو من طائفة من المؤمنين، ليسوا جميعا، فتأتي الهزيمة للجميع، كما حدث في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش وهو أفضل خلق الله ومعصوم من المعصية، خيار الصحابة رضوان الله عليهم شاركوا، معروفون بالفضل والإيمان، ومع ذلك هزم. منهم من قتل، منهم من جرح، وهكذا. فإذن من أين يأتي الحماس والقوة والثقة بالله عز وجل مع وجود هذه المعصية؟ معصية سبب للجبن والخور والهزيمة والضعف أمام الأعداء، لأن الحصول من الداخل مهددة قبل أن تكون من الخارج، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وصيته لقائد جنده سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما وجهه لقتال الفرس، يقول فإن استوينا معهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة،
وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. المعصية أيضا تؤدي إلى يعني فيما يتعلق بهذا أيضا، يعني العلماء يقولون بأن الطاعة تؤدي إلى الشجاعة، أو العفاف يؤدي إلى الشجاعة، العفة تجعل من صاحبها شجاعا، أما الشخص غير العفيف فهو لا يكون شجاعا، هكذا في الغالب، في غالب في تاريخ الأمم، في تاريخ الأفراد، قد يوجد شخص بطل وفارس، لكن في الغالب يكون هذا عفيف عفيفا، ما يكون من أصحاب الدناءات، وإن كان عنده معاصي أخرى، لكن من حيث العفة يتورع ويتنزه عن سفاسف الأمور. الذي لا يتورع عن سفاسف الأمور، الذي لا يكون عفيف الجيب، لا تجده بذلك القدر من الشجاعة. والمؤمن عندما يكون عفيفا فإنه يكون بطلا شجاعا مغوارا، كما يقال أيضا من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجر، هو إذا كان مليئا بالعيوب، هذا الشخص نفسه العاصي ارتكب معصية الفلانية والفلانية، كيف يستطيع أن يدعو غيره؟ كيف يستطيع أن يمنع غيره من المعصية؟ كيف يستطيع أن يقاتل أعداء الله تعالى الذين اجترأوا على المعصية وهو نفسه يعلم من نفسه ولو لم يعلم غيره من الناس أنه يرتكب المعصية الفلانية؟ إذن ارتكاب المعصية يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤدي إلى ترك النصيحة، وكل هذا واجب، يؤدي إلى ترك التغيير والإصلاح في الأمة، ولذلك يعني قبل ما نتكلم عن يعني عندما في بعض الأحيان نقول الدعوة ضعيفة، الدعوة ضعيفة، الأمر معروف والنهي عن المنكر غير شائع، يعني حقيقة قد يكون هذا علامة إلى أن النفوس من الداخل ضعيف. الذي ينهى نفسه عن المعروف يجد من الشجاعة والقوة والثقة أن ينهى غيره، ولذلك يعني عندما يصف المتنبي سيف الدولة يقول ويطلب عند الناس يطلب إيش؟ ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. شخص عنده همة عالية، بلغ مرتبة عالية، عندما يقيس الناس يقيسهم على ما عنده، فيريد من الناس أن يكون بتلك الدرجة، فإذا كان وضيعا فإذا يقيس الناس على تلك الوضاعة أيضا، وربما يريد من الناس أن يكونوا مثله، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، فإذا خلل من الداخل، علينا أن نراجع حساباتنا، علينا أن نراجع حساباتنا عندما نرى ضعفا في الدعوة، ضعفا في نشر الخير. الخلل يبدأ من الأفراد، قد يكونون مقصرين في أنفسهم وإن كانوا لا يريدون أن يبوحوا بذلك لغيرهم، فهم يريدون أن يستروا على أنفسهم ولا عيب عليهم في ذلك، ولكنهم أو عليهم أن يعلموا أنهم إن لم يقفوا وقفة صريحة مع أنفسهم فإنهم يفوتون على أنفسهم وعلى أمتهم خيرا كثيرا، فلا بد من وضع حد لهذا. كذلك أيها الإخوة، المعصية تجعل العاصي ألعوبة بيد الشيطان وبيد النفس الأمارة بالسوء، وكفى بذلك
مهانة وذلا وصغارا وخزيا، لأن الله عز وجل حذر عباده من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذي يرتكب المعصية رضي لنفسه أن يكون تابعا لهذا الشيطان، تابعا لعدوه. ومن العادة أن يحذر العاقل من اتباع عدوه، من العادة أن يواجه عدوه، من العادة أن لا يرضى بالاستسلام له. فإذا استسلم له كتب على نفسه الصغار والذلة وفقد الثقة بنفسه. وإن تساهل في شبر فإن هذا التساهل اليوم قد يؤدي إلى ذراع في الغد، وهكذا يجره الشيطان ويبتزه. لأن كان الله عز وجل يقول لن ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكيف بالشيطان نفسه؟ إذن لن يرضى، لن يرضى، لن يتخلى عنك إن سمحت له في مرة واحدة، فلن يتخلى عنك، سيظل يجرجرك ويجرك ويلقي بك في مهاوي الردى وهكذا، ولن يستسلم أيضا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هكذا. كذلك أيضا في النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء، فعندما وافق هذا العاصي على ارتكاب المعصية إنما استسلم لإغواء النفس، لإغرائها، لإملاءاتها، لتزيينها. وما دام قد انطلت عليه تلكم الأشياء في أول مرة إذن سيستمر، فقد عرفت النفس له مدخلا، أو عرف الشيطان له مدخلا يدخل به عليه منه. ولذلك على المرء أن يحذر. الشيطان ما يأتي لشخص يصلي ومطلق اللحية ويقول له ارتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله، هذا شيء عظيم لا يرضى به، لكن يقول ارتكب شيء الفلاني، شيء الفلاني، شيء الفلاني، كذا كذا كذا، تهاون في الشيء الفلاني، تهاون في المسؤولية الفلانية الملقى على عاتقه، تهاون في صلاة الجماعة، تهاون في الكذب، تهاون في النظر، في السماع، تهاون في كذا، في حب الدنيا، في اتباع الهوى، شيئا فشيئا، إلى أن يوقعه ويسيطر عليه. على كل حال أيها الإخوة، المعصية لها آثار كثيرة، ولكن كما قلت ما قصدت بهذا أن أضيق الأمر على من وقع في المعصية، وإنما قصدت بذلك التحذير من الوقوع في المعصية، وكذلك التخلص من المعصية بعد الوقوع فيها، لأن التمادي فيها يؤدي إلى عواقب وخيمة. وباب التوبة برحمة الله تعالى مفتوح لأجل الخلاص من المعصية. نفتح المجال للأسئلة إن كان هناك أحد من الإخوة يريد أن يفيدنا بشيء إن شاء الله تعالى. Yeah.
يقول السائل: هل يمكن أن تكون كثرة حوادث السيارات ناتجة بسبب القلق الذي يعيشه الناس الناتج من ارتكاب المعاصي؟ هذا أحد الأسباب، ليس السبب الرئيس ربما، فهذه حوادث السيارات لها أسباب كثيرة، لكن ارتكاب المعصية من جملة الأسباب، والله أعلم. ربما نقول الآن هو السبب الرئيس باعتبار أن أو بالأخذ بأن المؤمن يراعي حرمات الله عز وجل فيلتزم فيما يفعل وفيما يذر بشرع الله عز وجل، وكل ما يؤدي إلى مضرة فهو ممنوع شرعا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. والنظم الإدارية والاجتماعية التي تقتضيها المصلحة هي من جملة الشرع، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فالمؤمن إذن يلتزم بما فيه منفعته ويكف عما فيه مضرته. وكثير من الحوادث إنما هي بسبب شرب الخمر، بسبب شرب الخمر. تفضل. وقوع أي إنسان في معصية يحاسب عليها هو في المقام الأول، ولكن ألا توجد هناك جهات مسؤولة أدت به إلى هذا، مثل تربيته الأسرية والمجتمع وغيرها؟ نعم، قد تجتمع أسباب متعددة للوصول إلى نتيجة واحدة. المجتمع له دور، الإعلام له دور، النفس لها دور، وهكذا الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الجميع مسؤولون. ولكن ذلك لا يعفي الشخص نفسه من الوقوع في المسؤولية. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. حقيقة هنا سؤال يقول: هل يمكن التوبة عن المعصية بالتدرج مثل شرب الخمر والتدخين ونحوها؟ نحن ندعو إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من المعصية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت وهو على تلك الحال. والأصل هو الكف عن المعصية مطلقا، هذا الذي نقوله. وإن كان هناك من يتوسع في هذا، لكن الله أعلم، أنا إلى الآن ما أستطيع أقول شيئا، سألوا أهل العلم. من تاب توبة نصوحا صادقة لكنه عاد إلى الذنب مرة أخرى، فهل يجدد توبته؟ نعم، عليه أن يجدد التوبة، عليه أن يوقع لكل ذنب أحدثه توبة، ولا يستسلم لكيد الشيطان. كل بني آدم خطاء، هل هذا الخطأ هو معصية مقصودة متعمدة أم هو عن النسيان؟ ما دام يلزم منه التوبة إذن هو ناتج عن قصد. الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلم عباده سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذهم على ما وقعوا فيه من نسيان أو خطأ، لكن قد يكون الخطأ أيضا مقصودا ولو لم يكن صاحبه متعمدا، ويوصف التخلص منه بالتوبة
كما في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم ذكر ما يلزم أو ما يترتب من قتل المؤمن خطأ، أو ما يترتب على قتل المؤمن خطأ، وهو الدية. وقال وذكر الكفارة، قال: توبة من الله. فلأن المسألة هنا عظيمة، ولو كان الأمر خطأ ولكن ترتب عليه مسؤولية، بل ولو كان عن نسيان. وفي قصص الأنبياء الذين لهم منزل عند الله تعالى نوع من ذلك، في قصة آدم وحواء عليهما السلام، كما تقدم أن الأنبياء معصومون، والنبي هو آدم عليه السلام وليس حواء. فالمهم وقع منهما ما وقع، ولكن وإن كان عن نسيان كما ذكر المولى تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإن كان معذورا لكنه تحمل نتيجة خطئه هو وزوجه بأن أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. وفي هذا تعليم للعباد أن يكونوا حذرين. كذلك أيضا ما وقع من يوسف عليه السلام في قصته مع صاحبيه في السجن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال يوسف عليه السلام لأحد صاحبيه في السجن، والذي ظن أنه سينجو سيخرج كما أول له رؤياه: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيده الملك، فسيعمل عند الملك. قال لهذا الشخص الذي يظن نجاته: اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك حتى يكون يخرجني من إيش؟ من السجن. المولى تعالى يقول: فأنساه الشيطان ذكر ربه. بعض المفسرين يقول بأن يوسف هنا وقع في خطأ، ما كان ينبغي له أن يلجأ إلى هذا المخلوق لكي يطلب منه أن يخلصه من السجن، وإنما كان ينبغي له أن يلجأ إلى الله ويدعوه بأن يخلصه من السجن. وبسبب هذا أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هناك من قال بأن تفسير الآية: فأنساه، أي الذي نجا منهما، أنساه الشيطان ذكره لربه، أي ذكر يوسف للملك، فلبث في السجن بضع سنين. لكن بعض المفسرين ذكر القول الأول لأنه لا يحتاج إلى تقدير ضمير، فالآية واضحة: فأنساه الشيطان ذكر ربه. كذلك في قصة يونس عليه السلام خرج مغاضبا، كان يدعو قومه إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وغضب عليهم وخرج كأنه أيس منهم وأن هؤلاء القوم لا يؤمنون، قبل أن يستأذن من الله تعالى في ذلك الخروج، لأن الأصل هو نبي وهو مطالب بالدعوة، وينبغي أن يصبر على ما يلاقيه من قومه. وغضب كان لله لأن أولئك القوم لم يؤمنوا، ولكنه خرج مغاضبا دون أن يستأذن المولى تعالى كما ذكر بعض المفسرين، فوقع له ما وقع. ركب في سفينة، وقع في السفينة، ماذا حدث؟ رمي في البحر، سفينة كانت أن تغرق، فقالوا: ما ممكن إلا أن نخف البضاعة. خفوا البضاعة مش بتغرق، قالوا: إذن نخف من البشر، كل واحد يريد أن ينجو، قال: نجري قرعة. وقعت القرعة على من؟ على يونس عليه السلام، فرموا في البحر فالتقمه الحوت. الشيء العظيم، شدة عظيمة. وبعد ذلك على كل حال، يعني كما هو معلوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فأخرجه الله تعالى. وذكر كما في سورة
الصافات وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هو كان يقول إن هؤلاء لايش لا يؤمنون، أرسله الله تعالى وآمنوا، قال يعني حتى يربيه أن الأمر لله ملك أنت، هو الذي يأذن لمن يشاء من عباده بالإيمان وهو الذي لا يأذن لمن يشاء سبحانه وتعالى. أنت عليك البلاغ وهداية القلوب لمن بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا خطأ، ما نقدر نقول هو معصية لأن ما تعمد المعصية، لكن في مقامه. بالأمس هذه أو الليل الماضية أحد إخوة يخبرني يقول هو يعني فتح حسابا في أحد المصارف الربوية وهو ما يأخذ شيئا من الزيادة، يقول في يوم من الأيام اتصلوا به أنك حصلت على جائزة، قال مسمع وأنا تو بعيد لكن هذه يعني ما أريدها، لا تأخذ قال أبدا ولا تدخل حسابي. قالوا زي بعد كم يوم يعني يقول حد من الأولاد تمر ووقع على السيارة حادث وما عرف وقعت المشكلة الفلانية واتصلوا بقال نحن دخلناه في حسابك، قال ما قائلك بعد دخلوا في الحساب، يقول خرجت منك ويعني طلعتها ويعني المهم تخلصت منها، لكن يقول يعني بمجرد أنها دخلت في حسابي حصلت ليش مشكلة. أحد الإخوة يقول يتصل بي، هذا يروي للقصة صاحب القصة بنفسه، يقول اتصل بي يقول أنا جاتني جائزة كذا كذا يعني على حسب هذه نفس القصة هذه، قال لها يقول أنا سويت لي القصة الفلانية، يقول واحد عليه أن لو تخلص منه لا يدخل يعني في جيبك. قال لي زين، هذا قال يوم الثاني باكر يعني بسير عادي أنا بتخلص منه، وهن عادم دخلات في الحساب، ويقول جاء لك الشخص اتصل بي بمرة يقول يوم صرنا الشركة اليوم يقول قنا الشركة مهجوم عليها ومسروقة وكذا، قال ما قال لك، قال كي ما وحيت. فسبحان الله يعني بعض الناس يقع لهم مثل هذا الابتعاد من مواطن الرير، ابتعاد عن المعاصي، والناس على درجات نسأل الله السلام والعافية. نعم الله أعلم. شوف يقول على كل حال السائل في قوله تعالى إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كيف يقوي المسلم إيمانه بذلك العذاب العظيم ليبتعد عن المعصية؟ يقرأ القرآن ويتدبر في آيات القرآن. المولى تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ينظر في آيات الوعيد التي تذكر العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. ويقول المولى تعالى أيضا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، فيتفكر في الوعيد ويكون قلبه ممتلئا بالخوف من الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان واليقين، فبذلك تبتعد نفسه عن الوقوع في المعصية. العلماء قالوا هذا الخوف من الله عز وجل والخوف من العذاب هو أخلق النفوس حتى ابتعدت عن المعصية، كما أن الرجاء هو الذي يدفع النفس إلى الطاعة. فبهذه الطريقة يبتعد إن شاء الله تعالى عن المعصية مع الأمور الأخرى اللي هي عدم إعطاء المجال للنفس وللشيطان وعدم التهاون في الأمور وعدم اصطحاب الأشرار وعدم الكون في بيئة معصية
وعدم الحديث عن المعصية، الإكثار من ذكر شيء معين من المعاصي حتى لا تتهاون النفوس بها بسبب الإكثار من ذكرها، وهكذا. الله أعلم حقيقة. ترى هو الخلاف بين أهل العلم في معنى الإصرار، هل الإصرار هو إحداث الذنب من غير توبة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، إذا أحدث الذنب ولم يحدث معه توبة قالوا هذا مصر. وبعض العلماء قال هو التمادي في الذنب بتكراره، ما فعل فقط مرة واحدة. وبعضهم قال هو الاستخفاف بالوعيد. طيب، الاستخفاف بالوعيد، وحد قال الاستخفاف بالذنب نفسه هو الإصرار. والخلف في الإصرار هل إذا مضى مثلا، إيش قال؟ إذا مضى ولم يتب من العمل، أو إن يكون أتاه باستخفافه، والثاني عندهم بلا خلاف. الذي يأتي الذي يستخف بالوعيد قالوا هذا مشرك، لأنه مستخف بالله سبحانه وتعالى. أما الذي استخف بالذنب فبعض العلماء يقول هو مصر بمجرد استخفافه بالذنب، وبعضهم يقول هو التمادي في الذنب استمرار عليه، وبعضهم يقول هو عدم إحداث توبة. وهذا الذي ذكرته يعني قول آخر، اللي هو أن يعني قضية من عزم على عدم التوبة ومن عزم على التوبة مع تكراره للمعصية. نسأل الله العافية. على كل حال، الأصل عدم الوقوع في ذلك، كما ذكر الشيخ السالمي رحمه الله تعالى، بأن الذي يرتكب معصية كمن دخل في يعني مغارة أو دخل في شيء من الباب ولا يدري المخرج، فهو أوقع نفسه لو تاب، لكن هل يعلم أنه طبق شروط التوبة أم لا؟ الله أعلم. وعلى ذلك فهو بين خوف ورجاء، هل تقبلت توبته أم لا؟ ليس شكا في وعد الله الذي وعد بقبول التوبة عن عباده، فالله عز وجل وعد بذلك، والذي يشك في هذا الوعد هو كافر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا يجوز الشك في ذلك. ولكن الشك في فعل العبد، هل هو أدى التوبة كما أمر الله كما شرع الله أو لا؟ فإذا هو لا يزال يعالج هذا الأمر، نسأل الله العافية. نختصر على هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير وأن وفقنا للرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا،
واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.